السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم علي جمال من كورس الاندرويد بلغة الكوتلين. ان شاء الله درس النهاردة هنبتدي ان احنا نعمل الكلاس اللي قلتلك عليه في الدرس اللي فات. وقلنا الكلاس دوت اللي هنعمله جديد وظيفته ان هو يتحقق ان انا حافظ التوكن بتاعتي ولا لا، بحيث المستخدم لما يجي يفتح التطبيق اوريدي يعرف ان هو عامل لوجن وعامل حساب ويدخله على طول على الويلكم اكتيفيتي. يعني لو جينا هنا هتلاقي فيه الويلكم اكتيفيتي. طيب دلوقتي التطبيق بتاعنا بيفتح فين؟ لو رحت على ملف المانيفست واندرويد مانيفست هتلاقي ان التطبيق بيقرا اول اكتيفيتي الرئيسيه اللي هي المين اللي هو الكلاس دوت. تمام. طيب هنعمل كلاس جديد هنا في المين دايركتوري، هنضغط كليك يمين وبعدين نيو وكوتلين كلاس بالشكل دوت ونسميه اب بالشكل دوت، بعدين نضغط. بعد كده هخلي الكلاس بتاعي يرث الاب كومبات اكتيفيتي. لو رحت على المين هتلاقي هنا الكلاس ده برضو وارث الاب كومبات اكتيفيتي. هقول له اب كومباكت اكتيفيتي بالشكل ده. تمام. طبعا هنا هيقول لي ان محتاج يعمل تشينج كونستراكتور، هنيجي نحط له القوسين خاصين بالكونستراكتور. طيب قلنا ان الكلاس الاب دوت هنيجي المفروض ان هو يعمل تشيك فين في الملف اللي هو الخاص ب الشيرد بريفرنسز ويشوف في التوكن محفوظة ولا لا. اول حاجة هنعملها هنيجي في دالة ال on start بالشكل دوت. تمام. هنيجي طبعا نقرأ البيانات من التوكن مانجر. لو رحنا هنا هتلاقي ان احنا هنا في ريسبونس كنا عملنا edit على الملف اللي هو دوت اللي هو ماي شيرد. هناخد الجزئيه دي والاديتور، هناخد الجزئيه ديت كوبي. تمام. الشكل دوت ونروح على الاب نحطها هنا. تمام. الماي شيرد طبعا محتاجين ان احنا نعرفه فوق زي ما عرفناه في الدرس اللي فات. الشكل دوت اخده كوبي واروح احطه في الاب هنا بالشكل دوت. تمام. طيب الجزئيه اللي هنا محتاجين ان احنا نقرا من الماي شيرد، محتاجين نقرا ايه؟ محتاجين نقرا هنا التوكن، ملف التوكن. تمام. طيب هاجي هنا، طبعا الكلام ده كله مشروح في درس الشيرد بريفرنسز. فهاجي هنا اعمل فيريبل جديد. تمام. مثلا نسميه توكن بالشكل دوت، وبعد كده هقول له يساوي، هقول له ماي شيرد فرنسز او ماي شيرد اللي هو الاوبجكت بتاعي. بعد كده هقول له دوت وهقول له جيت سترينج. جيت سترينج هجيب ايه؟ هجيب من الملف بتاعي اللي هو التوكن خلاص الشكل دوت. بعد ما حطيت علامة الاستفهام الخاصة بالماي شيرد، بعد كده هبتدي الباراميتر الاخر في جيت سترينج اللي هو البديل بتاعنا، هيبقى هسيب له دبل كوتيشن فاضيين بالشكل دوت. تمام. طيب دلوقتي التوكن هيتحفظ او الفاريبل اللي هو التوكن هيتحفظ في البيانات اللي داخل الماي شيرد اللي موجودة باسم توكن. طيب تعالى كده نعمل اف اذا كان التوكن او التوكن بالاي مش بالاي بالشكل دوت. تمام. اذا كانت التوكن لا يساوي فارغ يعني مش فاضي. تمام. فابتدي اتنقل لي الى ده طبعا الكود الخاص بالانتقال
اتنقل لي من الاب الى ال، طبعا لو فاضي لو مش فاضي الى ال ويلكم بالشكل ده، تمام. يعني التوكن لو مش فاضي هيروح للويلكم. قول له else if بالشكل دوت التوكن يساوي فارغ بالشكل ده، فابتدي اتنقل لي من الاب الى المين، تمام. تعالى نعمل رن ونشوف ايه نتيجة الكود اللي احنا كتبناه. طبعا الكود كله مش هيتنفذ قبل ما تعمل رن، لان المفروض نضيف كلاس الاب الى المانيفست، ملف المانيفست. هنا طبعا الاب بيفتح في المين، هنغير الجزئية ديت، هنشيل ال من اول الانتنت انفليتر، هناخدها كات كده، تمام، ونشيل القفلة الخاص بالاكتيفيتي ونقفل الاكتيفيتي المين كده. كده هنبتدي نضيف الاكتيفيتي اللي هيفتح فيها الابليكيشن، او الابليكيشن اول ما يفتح هيبتدي يقرا منها. فهقول له كده بالشكل ده اكتيفيتي، واسم الاكتيفيتي اللي هو الاب، تمام. وبعد كده هقفل واحط له الكود اللي انا خدته كات اللي هو كان موجود في المين، تمام. بعد كده اعمل رن، هتلاقي التطبيق ابتدى يفتح معايا. لو لاحظت ان هو دخل على طول على ايه، على activity main، sorry activity welcome اللي هي دي. ليه؟ لو رحنا على الديفايس فايل بالشكل دوت، وجينا رحنا على داتا ونخش على داتا، هتلاقي الباكج بتاعتك بتاع التطبيق، ونروح هنا هنلاقي shared preferences نفتحها، هتلاقي ايه، هتلاقي ان التوكن واخد توكن معايا. معنى كده ان هو عامل ايه، عامل لوجن، تمام. طيب تعالى كده نحذف الماي شير، نحذفه، تمام، بالشكل دوت، ونعمل رن مره اخرى. هتلاقي فتح على ساين اب. تعالى كده نعمل ساين اب، نعمل مثلا الي 1 الاسم، اي اسم الي 1، بعدين جيميل او جيمي مش مشكلة، باسورد، بعدين نضغط كريت، هتلاقي ان هو دلوقتي حفظ البيانات بتاعتي على السيرفر، واداني الاي بي اي توكن، وحفظه داخل الشيرد بريفرنسز. تعالى كده نعمل سينكرونايز، وهتلاقي ملف الشيرد موجود، تفتحه هتلاقي التوكن بتاعتي، تمام. طيب تعالى كده نقفل التطبيق زي ما عملنا الدرس اللي فات. هنفتح لوجن اب التطبيق بتاعنا، المفروض بقى ان هو ايه، ادام في اي بي، ادام في توكن محفوظه في الشيرد بريفرنسز فتح لي على طول على الويلكم، خدت بالك، تمام. دلوقتي كده خلصنا الدرس دوت، عرفنا ازاي نعمل ملف اب، تمام، يفتح منه اول ما التطبيق يفتح، بدل ما يفتح لي على المين هيفتح على الاب، يعني هيقرا من الاب الاول. حطينا طبعا في الاندرويد مانيفست، خلينا ان كلاس الاب اللي هو كاكتيفيتي، خلينا يقرا كلمين، يعني اول ما يفتح التطبيق بيبتدي يقرا منه، وحطينا في دالة الاون ستارت اول ما يبتدي. طبعا خدنا دوت في دورة حياة النافذة او دورة حياة الاكتيفيتي، خدناها في درس.
وحطينا جواه الشيرد بريفرنسز وقرينا من الملف. بعد كده قلنا له يقرا التوكن. طيب بعد كده حطيت له اف واف والس اف. طب اول اف قلتها له، قلت له تحقق من التوكن، لو مش فارغ فابتدي روح لي على داله ويلك على كلاس الويلكم، لو فارغ ابتدي روح لي على المين. تمام، وكده عرفنا ازاي مع بعض نعمل كلاس الاب ونعرفه ونظبط التطبيق بحيث نعمل لوجن او عمل ريجستر. في الدرس الجاي ناقص جزئيه او جزئيتين في عمل لوجن، يعني لو فتحنا في الاول وشيلنا الملف ده كده فتحنا هتلاقي ان اللوجن طبعا لسه ما برمجناش الجزء دوت. لما نروح على اللوجن ده اللي هناخده في الدرس اللي جاي، كيفية عمل لوجن وازاي برضو نحفظ التوكن في شيرد بريفرنسز. تمام، والدرس اللي بعده هيبقى عن اللوج اوت وكيفية حذف التوكن من الشيرد بريفرنسز ومن السيرفر. تمام كده وصلنا لاخر الحلقه، بفكرك ان انت تعمل لايك سبسكرايب للقناه وعمل شير عشان غيرك يستفاد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.